تتهافت عليه الهموم. نسأل النهاردة عن مواصفات هو ده الشريط اللي بدور عليه، مواصفات فتى أحلامك يا ريان. ياه، ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. ربنا يخليكي، ميرسي. خلص، طب المواصفات الأساسية؟ يعني يبقى حالم طيب، وأتمنى يعني إنه يبقى جذاب جدا طويل، وياريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات أولية. إيه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز واحدة بس، هتختاري إيه؟ الأسئلة دي من برا المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص وسيم. عرفت وسيم. عرفت وسيم. عرفت وسيم. عرفت إن أنا وسيم. وسيم 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 وسيم. الشريط حيموتني. معتز معتز انا بتصفي يا معتز. انت ايه الشريط 24 ساعة؟ مش فاتح ده، انا فتحت لك